لنتحدث اليوم عن الكرفس وفوائده. يساعد الكرفس من يعانون من ضغط الدم المرتفع لأنه يحتوي على مكمل غذائي اسمه البوتيل فيلاديل أن تري. يساعد الكرفس على النوم ليلاً إذا تناولناه ساعة أو اثنين قبل النوم. لا يحتوي الكرفس على الكثير من السعرات الحرارية. يتكون بشكل رئيسي من الماء وبعض الألياف، لذا فلا تأثير له على سكر الدم. يساعد الكرفس على الاسترخاء ومحاربة الأرق. يحتوي الكرفس على كمية مرتفعة قليلاً من الصوديوم والبوتاسيوم الذي لن يسبب المشكلات مقارنة بالكميات الموصى بها يومياً. يفيد الكرفس حالات التهاب المفاصل كثيراً، إذ أنه مضاد جيد للالتهاب خاصة للنقرس. يحتوي الكرفس على اللوتولينين وهو أحد المكونات الغذائية الذي يساعد في خفض حمض اليوريك. يعد الكرفس مفيد جدا لحالات عدوى المسالك البولية، كما يحتوي على مغذي نباتي هو الأبيجينين وهو مضاد قوي للسرطان. أنصح بتناول 3 إلى 4 سوق من الكرفس يومياً.